معاكم دكتور اشرف عبد المنعم عز الدين، استاذ جراحه المخ والاعصاب رمد فخري كليه الطب جامعه المنصوره، عضو الجمعيه المصريه والامريكيه لجراحه الاعصاب، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات العمود الفقري. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن موضوع جديد وهو الصداع. انا بصراحه حاولت ان انا يعني اتكلم عن موضوع الصداع بس بطريقه اخرى. هتكلم عن 14 نوع من انواع الصداع، مواصفاتهم ايه وكيفيه علاجهم. وطبعا احنا يمكن انا تناولت قبل كده مواضيع صداع في برامج اخرى لكن بطرق مختلفه. فكرت النهارده ان انا اجيب الموضوع ولكن بطريقه جديده، واحنا هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله عن الاكثر او الانواع الغريبه من الصداع، وهم 14 نوع. ال 14 نوع ده هنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل ان شاء الله خلال حلقتنا النهارده. واي حد عنده استفسار زي ما انا قلت قبل كده ممكن يتصل عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه عشان يستفيد، لو كان عنده اي سؤال او عايز يستفسر عن اي حاجه تخص الحلقه او تخص اي حاجه بالنسبه لجراحات المخ والعمود الفقري. اول نوع من انواع صداع النهارده وهو حاجه اسمها بنسميه صداع الايه، الايرلي مورنينج، او صداع اللي بيجي الصبح. صداع اللي بيجي الصبح، قبل ما نقول صداع عشان نبقى الناس كلها فاهمه يعني ايه صداع، ده صداع معناه الم في منطقه الراس. في كثير جدا من المرضى لما بيجوا يكشفوا عندي او عند غيري تقول لك يا دكتور انا عندي وجع في راسي، تقول لها صداع، تقول لك لا مش صداع. طب يعني انت ايه حاجه معلومتك عن الصداع؟ تقول لك لا صداع ده يعني صداع. فهي طبعا الصداع ده التفسير او المعنى العلمي له بالظبط هو الم في منطقه الراس، الم في منطقه الراس. اي الم ايا كان وصفه يعتبر صداع، لان ممكن الالم ده يبقى في اختلاف في وصف الالم نفسه من مريض لاخر ومن صداع الى التاني. يعني في صداع بيبقى زي ما يكون حد يقول لك انا زي ما يكون حاسس ان في حد ماسك راسي، في واحد تاني زي ما يكون حد ضاغط عليا، في الم تاني يقول لك زي ما يكون حاسس ان يكون في زي ما يكون ضرب شواكيش في دماغي او زي دقات القلب في راسي. كل ديت وصف لنوع الالم نفسه اللي بيحس بيه، ولكن في الاخر ده كله معناه الام في الراس او الصداع اللي احنا بنتكلم عنه. في انواع كتيره جدا من الصداع، ويمكن في كتب مؤلفه في موضوع الصداع لو احنا اتكلمنا عنها ممكن ناخد حلقات وحلقات وما نوصلش في الاخر لان احنا نوفيها حقها يعني. ولكن انا فكرت النهارده ان احنا نتكلم عن 14 نوع من انواع الصداع اللي هم الاكثر شيوعيه، وفي منهم انواع غريبه يمكن بعض المشاهدين او يمكن بعض الزملاء حتى يسمعوا عنها لاول مره. اول نوع اتكلمنا عنه وهو الايرلي مورنينج، او اللي احنا بنسميه الصداع اللي بيجي في الصباح الباكر. في ناس كتير جدا ما تقوم من النوم بتلاقي فيه عندها صداع. طيب مين ايه انواع الصداع او ايه اسباب الصداع اللي ممكن يجي في فتره الصبح دي بالذات؟ من اكثر الاسباب او اكثر الاشياء شيوعا تخلي واحد يحس بصداع وهو قايم من النوم ثلاث حاجات. طبعا في حاجات تانية بس هو الاهمهم ثلاث حاجات اللي اقول عليهم دول، هو صداع النصفي ده ممكن يقوم المريض فعلا من النوم الصبح. الحاجة التانية الصداع اللي بقى سببه ارتفاع في ضغط المخ سواء كان ده ارتفاع حميد او اورام. الحاجة التالتة التهابات الجيوب الانفية. كل انواع الصداع ده هي ممكن تظهر للمريض فترة الصبح وتصحيه من النوم، ده بنسميه early morning headache او الصداع اللي بيظهر في الفترة الصباحية. طيب الصداع ده طبعا هنتكلم عن كل واحد منهم بعد كده لما بنذكر النوع ده، هو هنتكلم عنه منفصل لوحده بالتفصيل. ولكن لما يبقى عندي صداع الصبح بقوم من النوم على صداع بفكر في حاجة من التلاتة. طبعا الأنواع دي كل واحد له مواصفات في وصف الألم وفي ساعة حدوثه وفي فترته اللي بيستغرقها، وكل واحد فيهم برضو بيبقى له طريقة مختلفة في العلاج. يبقى ده أول نوع اللي احنا بنسميه الإيرلي مورنينج. تاني نوع اللي هو بنسميه الساينس هيدك أو صداع الجيوب الأنفية. صداع الجيوب الأنفية دي احنا عارفين إن في مجموعة من الجيوب الأنفية موجودة في منطقة الوجه، دي عبارة عن فراغات موجودة في عظام الجمجمة. الفراغات دي بتبقى محيطة بالأنف، سواء كان في فراغات في منطقة الجبهة من الأمام أو في فراغات حوالين العين من فوق أو في فراغات في منطقة الإيه الخد او في فراغات على جانبي الانف. كل الفراغات دي تبقى مبطنه بالداخل بغشاء مخاطي وبيتم فيها افراز
لماده للغشاء المنخفض ده، لما بيحصل التهابات في الجيوب الانفيه المفروض ان الماده دي بتتم افرازها بكميه اكبر، وبيحصل انسداد للثقب الموجود بين الجيب الانفي والانف نفسها، وبالتالي بيحصل احتجاز للافرازات دي داخل الجيوب الانفيه. احتجاز الافرازات داخل الجيوب الانفيه بتؤدي الى حدوث الم فظيع في منطقه الوجه، وساعات كتير جدا الالم ده هو بيتدخل مع الام الصداع النصفي او الشقيقه اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. من مواصفات الام الجيوب الانفيه ان هو الالم بيبدا في بعد ما المريض بيقوم من النوم بشويه، وبعد كده يبدا الالم يزيد لغايه من فتره الظهر تقريبا او العصر، ويبدا الالم يخف. طب يا ترى الالم ده بيحصل ليه بالمواصفات دي؟ زي ما احنا قلنا ان الالم ده بيظهر مع فتره الصبح نتيجه لان بيحصل تجميع للافرازات داخل الجيوب الانفيه فتره والمريض نايم، لما بتتجمع الافرازات دي بيحصل الم. بعد كده لما بيصحى المريض وبياخد فتره بتبدا تفتح الثقب الموجود ما بين الجيب الانفي والانف، يبدا يفتح نتيجه لان الالتهابات بتقل شويه، تبدا الافرازات دي تتم تخرج عن طريق الانف، وفي الحاله دي تبدا الالم يخف بالتدريج. مهم جدا ان احنا نعرف كل صداع مواصفات المه ايه، وقت حدوثه ايه، وبيستغرق قد ايه، عشان نقدر نفرق ما بين الانواع المختلفه للصداع. النوع الثالث وهو الشقيق او اللي احنا بنسميه صداع نصفي، او اللي احنا بنطلق عليه ما هو حساسيه او التهابات في شرايين المخ. الالم الصداع النصفي ده بيحصل اكتر في السيدات، وبيبقى صداع نصفي من اسمه كده ان هو ممكن يجي في نصف الراس، يعني سواء كان النصف الايمن او النصف الايسر، وساعات في بعض الاحيان بياخد الراس كلها. من مواصفات الصداع ده هو ان هو بيبقى الصداع ده بيحس المريض بانه زي ما يكون حاسس زي ما يكون في شواكيش او ضربات او ضرب نبضات قلب بتظهر في الشرايين اللي بتبقى على جانبي الجمجمه في المنطقه الصدغيه على الجانب الايمن او الجانب الايسر. والصداع ده بقى مصاحب ببعض الاعراض زي احمرار في العين او افرازات من الانف. وبقول لك المريض ان هو ساعات كمان بعض المرضى بيشتكوا من ان نصف الوجه نفسه بيحصل فيه نوع من انواع الايه التورم. الصداع ده بقى صداع مزمن بيصاحب السيدات، لانه احنا قلنا بيحصل فيه الستات اكتر من الرجاله. فتره الاخصاب يعني الفتره اللي فيها بتقدر الست تبقى قادره على الحمل او والانجاب، وبيختفي باختفاء الطمس. مش معنى اختفاء الطمس اللي هو اختفاء الوقتي له، ولكن اختفاء النهائي اللي هو بلوغ السيدة الى سن الامان او سن اليأس. هو مرض مزمن، وسببه الاساسي هو تغيرات بتحصل في الهرمونات داخل السيدة في هذه الفترة، وفي بعض الحاجات اللي بتزوده او بعض الحاجات اللي بقى لها علاقة به زي الشوكولاتة، زي الاغذية المحفوظة، زي منتجات الالبان. كل الحاجات دي ممكن تزود الصداع النصفي، وطبعا طبعا التدخين مهم جدا في الامور زي دي بالنسبه للذكور. الصداع النصفي له علاج طبعا، علاج دوائي، وكنا زمان ما بنقولش غير العلاج الدوائي، ولكن النهارده في امال جديده، في علاج دوائي، في حاجه اسمها حقن بالبوتوكس، في علاج جراحي لحالات الصداع النصفي. عشان تبقى الناس دي معلومه جديده بقى في النهارده، مش على قد الادويه فقط. احنا كنا زمان بنقول العلاج علاج دوائي فقط، ما فيش اي حاجه تاني. لا، في علاجات دلوقتي بنقدر نعملها زي الحقن بالبوتوكس او الجراحات. النوع الرابع من الصداع اللي هنتكلم عنه النهارده هو بنسميه كلاستر هيدك، او ما يسمى بالصداع العنقودي. الصداع العنقودي ده هو بالظبط شبيه الصداع النصفي بس عند الذكور، يعني ده بيحصل في الرجاله اكتر من السيدات، ودايما بيبقى الصداع ده بيحصل بيبقى في فترة الفجر وما بعد ذلك،
وبيبقى صداع فظيع جدا، المريض يعني بيبقى عنده ألم رهيب، وبيبقى مصاحب بانتشار الألم ده في العين مع احمرار واحتقان في الأنف. والحاجات اللي بتثير الصداع ده هو هي التدخين بالنسبة للرجالة، أو شرب الكحوليات، وكمان الأماكن العيشة في أماكن عالية نتيجة لنقص الأكسجين. عشان كده من الحاجات المهمة في علاجه إن إحنا ندي المريض ده أكسجين، بيحس بتحسن كويس جدا، مع طبعا الأدوية اللي بتساعد على انقباض الشرايين. لما اتكلمنا عن الصداع النصفي احنا قلنا في علاج دوائي، الادويه دي عباره عن اللي هي الادويه اللي بتعيد انقباض الشرايين الى وضعه الطبيعي. لان في الصداع النصفي او الصداع العنقودي التفسير الوحيد المتاح دلوقتي ان بيحصل نتيجه لوجود حساسيه من حاجات معينه محدش ما نعرفهاش حتى الان، ان بيحصل نوع من انواع الانقباض للشريان. لما بينقبض الشريان بيتم نقص للدم المكان اللي بيغذيه، بعد كده بتحصل تجميع للمواد الضاره، المواد دي بتقوم باثاره الشريان عشان يتسع، عشان تساعد على توافر الدم للمنطقه دي بكميه اكبر. لما بيتسع الشريان بيتم اثاره، بيحصل اثاره لمستقبلات الالم في جدار الشريان، ده بيؤدي الى الاحساس بالالم سواء كان الصداع النصفي او الصداع العنقودي. وزي ما احنا قلنا علاجهم بالعلاج الدوائي، او بالنسبه للصداع النصفي في نوعين من اخرين وهو علاج الحقن او العلاج الجراحي. النوع اللي بعد كده نتكلم عنه وهو التنشن هيديك او الصداع العصبي. الصداع العصبي ده بيصيب الستات اكثر من الرجاله، وست بتحس ان في زي ما يكون في سخونيه في المنطقه العليا من الراس، او زي ما يكون حد رابط راسها، او زي ما يكون حاجه ضاغطه على دماغها. والصداع ده بيبقى مزمن، بياخد فترات طويله، ممكن بيقعد معاها بالايام والليالي. والسبب الاساسي بيبقى له دائما الحاله النفسيه بتبقاش كويسه، بيظهر اكثر مع الضيقه والنرفزه والتفكير الكتير. والصداع ده صداع امن مفيش منه اي مشاكل، ولكن علاجه بيبقى علاج مطول، بياخد فتره طويله. ومعظم الادويه اللي احنا بنستخدمها دايما بتبقى ادويه مضاده للاكتئاب، مرخيات للعضلات، ومسكن للالم، ومهدئات، لانه زي ما احنا قلنا في السبب الاساسي بتاعه هو الاسترس، او الحاله النفسيه بتاعت المريض ما بتبقاش كويسه. النوع اللي بعد كده هو نوع غريب شويه يمكن نتكلم عنه، طبعا مفيش حرج في العلم، ولكن النوع ده هو اسمه الاورجازم هيدك، اللي هو بيحصل ساعه في فتره الايه حصول او حدوث النشوه عند الايه الازواج، وده بيبقى اكتر في الرجاله من الستات، وبيحصل في الناس اللي عند سنهم صغير، وللاسف الشديد مش موجود له تفسير. ده بيحصل طبعا مع الجماع وعند بلوغ الايه النشوه بالنسبه للرجل. والنصيحه الواحده احنا نقولها للمريض ان هو ممكن لو الصداع ده متكرر عنده يبقى قبل الجماع يقدر ياخد اي مسكن قبل فتره الايه الجماع، انما هو ما هوش صداع مقلق ومفيش منه اي مشكله. في نوع من الصداع غريب برضو يمكن اول مره الناس تسمعه، هو حاجه اسمها الايس كريم هيدك. يعني ايه ايس كريم هيدك؟ ده بيحصل مع اكل الايه الحاجات المتلجه وخاصه الايس كريم، وده بيبقى نتيجه لاثاره لغده اسمها السفينوبلاتاين جانجليون، وديت بتؤدي الى حدوث الام في منطقه الايه الصدغ نفسه او الوجه، وده بيظهر في صوره ايه الام في الراس او صداع. وطبعا علاجه بسيط جدا، ان الشخص اللي بيتعاطى او اللي بياخد الايس كريم يقف شويه عن اكل الحاجه البارده، ممكن ياخد اي حاجه دافيه لتهدئه الايه الصداع، والصداع بيبقى وقتي او لحظي وبيقل بعدها، بمجرد ما وقفت السبب بيختفي تماما. في نوع من انواع الصداع اسمه حاجه اسمها ريباوند هيدك، اللي هو الصداع ده بيبقى صداع بيحدث نتيجه
ان الانسان بيستخدم او المريض بيستخدم ادويه لفترات طويله، وخاصه الادويه اللي هي بتقوم بعمل بنسميها احنا ايه، بتقلل احتقان الانف، زي قطرات الانف او زي الايه البخاخات اللي الناس بتاخدها في الانف عشان تقلل احتقان الانف. في ناس كتير عندها حساسيه في الانف او بيجي لها برد بتستخدم القطرات دي او بتستخدم البخاخات دي عشان تقلل الايه حدوث الاحتقان. القطرات دي خطر استخدامها او البخاخات دي بيؤدي الى حدوث صداع. من الحاجات مهمة جدا برضو الناس اللي بتستخدم الأدوية عمال على بطال، وخاصة المسكنات، اللي هو بيستخدم مسكنات على طول بدون استشارة الطبيب. الكثرة استخدام المسكنات ممكن يؤدي إلى حدوث صداع. الصداع ده هو ما بيخفش إلا طبعا بالتوجه للمريض، ويبدأ يعمل عملية سحب للأدوية ويسحبها بالتدريج عشان المريض يخف من الصداع. النوع اللي بعد كده والنوع التاسع حاجة اسمها الكرونيك ديلي هيدك. يعني ايه كرونيك ديلي هيدك؟ ده صداع مزمن بيحدث للمرضى سواء رجال او سيدات، وغالبا اكثر طبعا في السيدات. بيتصاب السيدة بالصداع لمدة 15 يوم او اكثر في الشهر، وبيقعد معاها فترات طويلة بالساعات، والصداع ده بيستمر لفترة اكتر من 3 شهور فيما اكثر. الصداع ده طبعا بيبقى محدش قادر يعرف ايه السبب، ولكن ممكن نقدر نقول عليه ان هو بيحدث في بعض الحالات اللي هي تبقى عندها مثلا اورام حميده في المخ، او الناس اللي عندها اصابات في الراس ممكن، او الناس اللي عندها كهرباء زياده ممكن يبقوا مصابين بما يسمى بالكرونيك ديلي هيدك. وطبعا الحالات دي كلها بيتم علاجها بعلاج السبب، او ان احنا نعالج الصداع كصداع لو مفيش سبب له. صداع رقم 10، نوع من الصداع رقم 10 اللي هو بنسميه منستر والهدك. منستر والهدك ده اللي هو الصداع اللي له علاقة بالطنف عند السيدات، وده طبعا من خلال تعريفه لا يحدث إلا للسيدات. والصداع ده بيبقى بيحدث تقريبا يومين ما قبل أو 3 أيام قبل الدورة ويومين بعد الدورة، وبيبقى مصاحب للطمس. مجرد ما يختفي الطمس بيختفي الصداع، ومصاحب ببعض الأعراض الأخرى زي غمام النفس وترجيع واكتئاب بيصيب بعض السيدات في المرحلة ديت. وهو الصداع ده سببه بقى تغييرات هرمونات بتحدث أثناء فترة الحيض أو ما يسمى بالبيريود، ومجرد ما بيتم الانتهاء من هذه الفترة بيختفي الصداع تماما. وبتبقى الست نفسها اللي هي متعودة ان الصداع ده بيجي لها تبقى عارفة ان الصداع ده ممكن يتكرر عليها، وبننصحها ان في الوقت ده ممكن تاخد حاجة مهدئة، حاجة مضادة للاكتئاب او اي مسكن بسيط، ده بيؤدي الى تخفيف الألم. الصداع رقم 11 اللي هو الامرجنسي هيدك او الصداع المفاجئ. الصداع المفاجئ ده ممكن يكون سببه نزيف في المخ او نزيف، وخاصه النزيف تحت الام العنكبوتيه، او ممكن يكون سببه جلطه في المخ، او يكون سببه اورام المخ. امتى نعرف ان الصداع ده صداع فجاه او صداع ده له اهميه؟ لو هو مصاحب باعراض اخرى زي ترجيع، زغلله في العينين، دوخة، حول في العين، أو ازدواجية في الرؤية، أو ضعف في إيد أو رجل، أو تغير في الإحساس. كل دي عوامل أو كل دي أعراض من خلالها نقدر نعرف إن الصداع ده صداع فجأة أو الصداع ده هو ذو أهمية، ودايما بيبقى تحت منه كارثة أو حاجة مهمة، ألا وهي زي ما احنا قلنا يا نزيف تحت الأم العنكبوتية أو نزيف في المخ أو أورام المخ. صداع رقم 12 بنسميه حاجة اسمها الكافيين هيدك. يعني ايه كافيين؟ الكافيين ده موجود في ماده موجوده في القهوه. الناس اللي متعوده تشرب قهوه في اليوم مثلا فنجان او اتنين كل يوم، لما بيجي بعد فتره
ما يشربش الفنجان او الاثنين اللي هو متعود عليهم ممكن يجي له صداع. الصداع ده بنسميه كافيين هيدك، وهو صداع التعود او صداع الايه الادمان للقهوه. في الحاله ديت بننصح المريض ان هو لا عشان يقدر يخف من الالم ان هو ياخد القهوه، وفي نفس الوقت نبدا بعد كده نعمل نسحب الكلام ده كله بالتدريج ان هو يقلل كميه القهوه اللي بيشربها، بس بالتدريج ما يمنحهاش مره واحده عشان ما يحسش بالصداع ده مره تانية. وطبعا لو الصداع ده موجود مع انه قلل قهوه او شرب فنجان قهوه في الحاله دي، ممكن ان احنا نديله اي مسكن بسيط على اساس ان هو يسكن الالم لغايه ما يتعود على انه يبدا يبعد عن القهوه. الصداع رقم 13 هو حاجه اسمها بنسميه الدنتال هيدك، او الصداع اللي بقى ناتج عن مشاكل في الاسنان. في بعض الناس لما بتنام بتقعد تكز على اسنانها، الناس دي ممكن بسهوله جدا يجي لها صداع من قصه الايه الكز على السنان دي. في ناس تانية يبقى عندها مشاكل في الاسنان زي ضرس العقل ما خرجش مظبوط، في تسوس، في خراج تحت الضرس، كل دي عوامل ممكن تؤدي الى حدوث صداع. وبقى هنا في الحاله دي المريض ما هوش عارف ان المشكله مشكله اسنان، ولكن الطبيب المتخصص زي مخ والاعصاب او جراح مخ واعصاب بيقدر يشخصه في الحاله دي، ممكن يبعت المريض للدكتور اللي هو متخصص بحالته. من الحاجات المهمه برضو وتسبب مشكله او تسبب صداع وبقى سببها منطقه الاسنان بالفكين هي التهاب مفصل الفكين. والتهاب مفصل الفكين بيبقى التهاب الالم في المنطقه دي، طبعا بيؤدي الى حدوث صداع. وبقى السبب هنا قد يكون خشونه في المفصل، التهاب في المفصل، مشكله في العضلات اللي حوالين المفصل، مشكله في الاربطه نفسها او في الغضروف بتاع المفصل. كل ديت عوامل ممكن تؤدي الى مشكله في المفصل بتؤدي في الاخر الى حدوث الم. الالم ده بيسمع في الراس وبيؤدي الى حدوث صداع. اخر نوع من انواع الصداع واللي احنا بنسميه الويك اند هيدك. يعني ايه ويك اند هيدك؟ في بعض الناس كده بيجي لها الام في نهايه الاسبوع، ويمكن حتى الان مش معروف ايه الايه الاسباب. هل هو تعود لحاجه معينه بعد ما بيخلص فترة أسبوع بيختل هذا التعود وبالتالي بيحصل صداع، أم الموضوع له علاقة بعادات معينة هو بيعملها زي مثلا بيشرب قهوة في مكتبه في فترة يعني خلال الأسبوع كله، ولما بيجي ياخد الأجازة أو في نهاية الأسبوع ما بيشربش القهوة دي أو ما بيشربش الحاجة اللي هو متعود عليها، ممكن ده يؤدي إلى حدوث الصداع اللي احنا بنسميه الويك إند هيدك. هو حتى الآن مش معروف له سبب، ولكن هو حاجة بسيطة طبعا. وطالما المريض كشف وما جاتش عنده سبب للكلام ده بيتم تشخيصه على إنه هو الصداع ده، وده نوع حاجة بسيطة ممكن المريض بياخد ساعتها مسكن لمجرد ان هو يخف الالم لو الالم شديد، لو الالم بسيط ممكن يتغاضى عنه. كده نكون خلصنا ان شاء الله النهارده حلقتنا عن الصداع، ويمكن اتكلمنا فيها عن 14 سبب للصداع، وال 14 سبب دول منهم المعروف ومنهم الايه الغير معروف لكثير من الناس، ولكنهم اسباب في الاخر بينتهوا بان المريض بيشتكي من صداع، وبالتالي لازم ولا بد ان احنا نلجا للطبيب المتخصص علشان نشخص الصداع ده ايه ونوعه ايه. وكل واحد من اللي احنا اتكلمنا عنهم دول له طريقه معينه في التشخيص وله طريقه في العلاج علشان ما يحصلش تداخل ما بين الايه الانواع بعضها وبعض والتخصصات، او ما بقاش عندي مشكله واهملها بان انا الجا لواحد مش متخصص وابدا اخد علاج ملوش اي علاقه بالموضوع. لان احنا بنشوف بعض المرضى بيلجاوا لاطباء البطنه او اطباء العظام او اطباء الانف واذن وحنجره او غيره على انه لانه هو عنده صداع. لازم ولا بد في الاول اللي يشوفك طبيب المخ والاعصاب او جراح المخ والاعصاب هو ده اللي يشخصك. وفي الحاله ديت لو كانت المشكله لا علاقه بالاسنان او الانف والاذن او الرمد او خلافه هو هيبعتك للطبيب المسؤول، ولكن ما تفقدش الايه الفرصه في التشخيص المبكر بانك انت تلجا من الاول لجراح المخ والاعصاب. كده ان شاء الله نكون نهينا حلقتنا النهارده، ونرجو ان احنا نلتقي بكم في حلقات قادمه ومواضيع اخرى شيقه. زي ما انا قلت قبل كده ان اللي عنده استفسار من خلال الارقام اللي بتظهر على التلفزيون يقدر يتصل هنا ونعرف استفساره ونساعده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.